القادمه لانه بتا شويه ضيفنا طارق العربي طرقان وابنائه المؤتمر متواصل ومن حظنا وانه ضيفنا صنع المحتوى حاضر بحضنا دونك اليوم عرفتوه الضيف هذا من خلال فيديوهات الكوميديا يضحك دونك يعمل في نومبر دو فيو هيل برشا يتبعوا في تيك توك اسونسيلمون وانستغرام فيسبوك دونك باش نحكيو معاه تعرفوا عليه شويه على الموندو نتاعو فرحانه وانا بحضنا سيزاك زكريا السيد اهلا ميرسي بوكو عفوا على الانفيتاسيون ديالكم ديونا فين في القمه خويا فهمتني عايشك مرحبا بيك معي ميرسي بوكو زكريا قبل كل شيء خليني نتعرف عليك شكون زاك قداش عمرك شنو تقرا هكا شويه الحاجات الكلاسيك انا عيطوا لي زاك وليت حومتي كل بلا تحيه كبير الباي بزكريا السيد عمري 17 نقرا بريمير اني فهمتني وسنه خرجت القرايه ما خرجت شنو خرجت من القرايه والله يعفوفة عندي ظروف ما نعرفش انا عندي مشاكل مع لي بروف فهمتني باش نعمل ان شاء الله سنه تاع صنعه داكو مش تقعد ما تعملش حتى شيء خاطر مش مشكل واحد الباركور العادي ما ساعدوش وخرج ولكن ما يقعدش ما غير فورماسيون لازمك تعمل حاجه نعمل حاجه اللي نحبها معناها فهمتني وعندي انا معناها المسرح والسينما وكل شيء فهمتني مغروم بها حاجه نحبها معناها باش نكمل فيها وان شاء الله باش نوصل فيها معناها في مخك انك باش تعمل فورماسيون زاد مسرح و نعملهم الكل ودي كل شيء نتقرب على الدنيا صحيتك زكريا على خاطر ساعات واحد يضربوا له حاجات ديجيتال يقول لا ما نستحقش معناها فهمت ولكن مهم انه واحد يكون عنده تكوين كيفاش بديت مع الكوميديا من اولك ضامر معناها تحكي لك حاجه مشيخ بالضحك عليها قول وقت نقرا رابعه انا بديت عندي شن يوتيوب صغير رابعه فهمتني ستاند اب نعم فيهم حاجه الضحك فهمتني ما لقيتش بون عبيد باش معايا في اليوتيوب كمية فيو فهمتني فرحان في الحومه نخرج بها نقول سي بون مشهور نعم في 100 فيو فهمتني حاجه باهية حسيت لهم بعد قال لي نلقى روحي نقص حاجه مشيت عملت عام وقت نتاع مسرح ومن بعد بديت هكا بالسياسه بالسياسه فهمتني الحمد لله بقى عملت عام مسرح يعني طاهر الدريدي كان تعرفوا محمد طاهر الدريدي تحيه لي معايا في كل شيء قلت لازمني حاجه يزاك لازم نلمها الكل فهمتني بعد خويا بديت بالسياسه ب 400,000 فيو مليون 3 ملايين 4 ملايين تو الحمد لله عندي برشا معناها ببليك كبير وراي الحمد لله ربي فهمت طبعا دونك كي خممت به وانك ديجا مشيت عملت عوايم مسرح حاجه ممتازه عندي انرجي قويه خاطر المسرح فهمتني نحب معناها هكا نمثل نحب نعملهم الكل في الدنيا هذه حسوا برشا انرجي سي نورمال 17 سنه تبارك الله معناها كان انت في العمر هذا ما عندكش انرجي شكون عنده دونك كلمني وقت الشيف يعملني يا اخي عمرك 17 نعمل وي يعملني عامل هذا كل 17 حاجه بيه يا رب فهمتني الحمد لله انا عندي نظافه نخدم بنظافه كلام زايد ليه حاجات ليه معناها هذا الكونسيبت نتاعي انا عائلي فهمتني فاميلي دايوغ مادامك حكيت على الفاميليا في الفيديوهات نتاعك تخي سوفون نلقاو الوالده معاك في اغلب الفيديوهات تبارك الله عليها تلعب مليحه حتى هي معني ومثل ثانيه معني عيوني سلموا عليها مرحبا كمل عليك مشيختك ضرب والله يومي باش نحكي لك على الام نحب هذيك انسانه بيا برشا معايا فهمتني حتى شفت كي نغششها كل شيء هي ما نصور وما تقوليش ليه تقولي هي حتى طيب في الفطور تقص على الفطور هي نصور حتى وهي مغشه عليك حتى هي مغشه نورمال هي تقولي نصور معك خاطر حاجه نحبها ولقيت معني امي معايا فهمتني الحمد لله رب دونك شجعتك اول مره باش قنعتها باش تعمل معك ما حبوش عندي با ما يحبش ما يحبش الحكايه هذوما كريقه هذاك زيد فهمتني كي شافني بديت معني نقدم بالسياسه بالسياسه وعبيد ولد تعرفني حتى في الشارع نخرج سيزاك نعملوا فوتو فهمتني كان لي بدي به قال صحيح توصل وهاني معاك فهمتني خبيا اليوم عندك تقريبا 141 ألف متابع على تيك توك عملته في شهر ونص هذوم معناها جديد في تيك توك جديد ما عندك شي برشا معناها ليه جديد عندي 14 واحد راه فيديو ولا اقل مي باغ كونتخ عندك ملايين المشاهدات على الفيديوهات نتاعك عدد ماهوش سهل فرحان برشا بالرقم هذا بالطبيعه فرحان خاطر بيت من الصفر عافيف على الاخر تعبت برشا ما العبيد يا زاك ما دازوش معايا 17 سنه ما تقوليش تعبت برشا مازال ايه بالطبيعه مازال العمر ربي يعطيك العمر ان شاء الله ومازال برشا خدمه القدام
ان شاء الله برشا جديد في الثنيه بتشوفوا حاجه خويا باش تابلو بها التونس الكل باش تهبل نقصد البيل احنا رجعنا شطر الشعب حاجه تشوفوا حاجه بعيده جمله على الكوميديا بتشوفوا حاجه روعه توب توب نيفو على الاخر كيفاش تعمل المواضيع اللي تطرق لهم في الفيديوهات نتاعك كيفاش تختار تبع الاكتواليتي فما شكون يقترح عليك كيفاش سولو وحدي وحدك كل شيء وحدي ما تاني حكيت لك عفيف وحدي تصور وحدي المونتاج وحدي كل شيء وحدي في الدنيا هذه فهمت الحمد لله خدمتك معناها الحمد لله كشفت معناها نسبه نتاع المشاهدات كل مليان فوق المليان وي اون جينيرال صدع المحتوى يكون عنده اون جينيرال رساله يحب يوصلها من وراء الفيديوهات اللي هبطها انا شفت برشا فيديوهات من من اللي قاعد تخدم فيهم ولاحظت وانه فما امتي ميساج مثلا كي باش تحكي على التبذير نتاع الماء ولا نتاع الضوء ولا حاجه فما ميساج فيهم اليوم مهم بالنسبه ليك انت كجان في عمرك هذا تحس انه الشباب اللي سنسيبيليزي حاسس بالواقع حاسس بالمشاكل نتاع نتاع البلاد نتاع المجتمع مهم بطبيعه تشوف فيها تو انت عفيف العباد تحرق الكل فهمتني معني اللي عنده حاجه هو بيها صار يخرج يخرج او يخدم عليها في الكل بطبيعه باش تخدم عليها ما اسمعني تحب حاجه عندي نتاع الشباب عندك حاجه ما تحشمش خرج خويا الطاقه اللي فيك الكل خرجها علي حاشم بيه الحكايه هذيك تو خويا خرج الطاقه اللي عندك اللي يجي كل خرج تبع صناع محتوى تويسا والله الحق باش نقول لك روحي برك نتابع ما تفرجش في خدمه الصناع الاخرين علاش؟ علاش؟ تبع روحي بركة عافيه نهبط ونخرج اكهاو وكهاو وكهاو نكتب 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 نصور نكتب نصور سبور وكهاو ما عنديش حاجه كلي باش نزابي ونتعدى ما عنديش تضيع وقت بالنسبه ليك تضيع وقت مش مهم انه تكون مطلع تشوف النيفو تشوف العباد ايش قاعده تخدم تبع مي البر عفيف البر تاع فرنسا فهمتني شكون قدوتك شكون قدوتك فما قدوه في صناعه المحتوى اللي تحبهم اللي ديما تفرج لهم كوميديين بتيت ولا ديز انستغرامر والله عندي واحد خويا على الاخر هو بسام حمراوي بس تحيه معايا على الاخر معاوني على الاخر خويا تحيه ليك بسام حمراوي فهمتني دونك من تونس من تونس محمد دير الباي دير الباي تحيه للضحيه الجنوبيه كل تحيه دير الباي بالله خويا انا بنت الزهره معناها راجلي ودرات بنت الحومه مش بعيده دونك تحيه بوليو سود كلها فما ناس يشبهوا وجود الوالده معاك باكرم الغربي سي سيغ جاتك الملاحظه باهي باش نعطيك حاجه زيد جوست اقرب لي شويه للميكرو باهي باش نعطيك حاجه بديت انا وقتها بديت بعد معني أكرم فهمتني بديت نخدم عادي فهمتني وحتى أكرم عن في باله شجعني أكرم زيت الغالب معني سبونتاني جيت ماهيش مش ديما راني نخدم مع واحد مع عمار راني فهمت نتاع السوق شفتها مش قولك فيها نتاع السوق اللي انت و لا ما شفتيش ده اللي نتاع السوق هذيك توب 10 ملايين عاملة فيو لا شفت واحد اخرين شفت نتاع الضو نتاع الماء نتاع الضو شفت نتاع الاخرانيه نتاع الغونتري سكولير الغونتري سكولير نتاع كرتابة نتاع الكرتابة نتاع اللبسه نتاع انا حكيت لك معناها مش تقليد بالنسبه لي كنت مش تقليد قلت حد انا عفيف راني وحدي في الدنيا هذه نخدم وحدي وبنظاف انا حكيت لك فهمتني كل شيء بنظاف نجمو نشوفوك تخمم وانو نهار اخر تكون عندك ستاند اب عندك عمل مسرحي يعني وتدخل مجال التمثيل من الباب الكبير تخمم فيها والله يعني عندي حاجه معنا نحضر فيها ستاند اب كاسح ان شاء الله باش نعملوا في جان في هذين ان شاء الله باش يكون ستاند اب كاسح على الاخر فهمتني محضر كيت كل شيء كاتبه من عارف البارح. كامل معناها ليك انت وحديان كاتبه وحديان ما عاوني حتى انسان كل شيء وحدي عافية ما نحكي لك فما الحمد لله ربي معناها عندي طاقه لازمني نخرج طاقه الكل اللي فيه باش خرج تري بيان دونك الرسائل التوعويه هذه اللي عنديتها يقبلوها لي جان خاطر انا جب معناها ساعات بالنسبه لي الشباب ما يحبش شكون ينصحه ويقول له ليه ما تبذرش ما تعملش يقبلوا منك كي تعدي هكا كلك ميساج نتاع نقد بالعكس الساعة معناها العباد كان لي شيخة بهم خاطر حاجة معناها جديدة أشافها
كونسيبت جديد معناه اي وانه تعمل فيديو وقتها يمت السخانة كيفاش لازم نحطوا الماء اي نحطوا الماء زيد للحيوانات وكل شيء معناه عملت زيد هذيك في الفيديو نحكي على هذيك دونك هوني فما احساس كبير بالجانب التوعوي في فيديو الحمد لله نعمل اي حاجه معناها فيها الخير عفيف انا حكيت حاجه فيها الخير نعمل هنا فهمت وفاميليات هذه حاجه مهمه برشا العائله باع على الاخر خوالي زاده خوالي برجوليه مع الرجال هك معايا وما كيف كيف ولد حومتي الكل معناها كل اللي يلعب العائله كل تدعم فيك وتدس فيك بالقدام العائله يعني. الكل حتى هكا الشارع كل اللي نخرج لبرا والله ما حليك خويا واس ينعم بوزينك معناها كل اللي فرحك فهمتني يزلك برشا عندك مواضيع ما تحبش تحكي فيهم بخصوص شنو بصفة عامة خطوط حمراء تقول ما ندخلش مثلا ما نحكيش في الدين ما نحكيش في العلاقات عندي صوت باهي زاد في القران اي فهمتني ليه دين معناها صلاتي انصليه وعندي صوت باهي ان شاء الله نخدم عليه نتاع قران وعندي حد شيء يعني تعمل تجويد قران نعمل صوتي باهي زاد في القران تحب تقول لنا حاجه ولا نقرا معناها في القران ولازم نبدا قدام حافظ حاجه الحمد لله نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله العظيم يعطيك الصحة صوتك حلو عايشك مرسي بكو قريتو بالتجويد نتاع القران قاعد تعلم فيه ولا وحدك وحدي مصغره عندي با ليلي وحدي مصغره مصغره نحب اللي نقرا ونحب شيخ نولي فهمتني ولا مصغره طموح باش نولي شيخ تقري هكا العباد ولا بي احساس بيك يصلي وراك عباد فهمتني مصغره كيك نحب الوالد معاك في هذا الوالد معاك في هذا دار كل معايا بي دونك ما عندكش مواضيع ما تحكيش فيها اي موضوع تنجم تتعرف له احكي لي شويه على الامبيونس في في القرايه اصحابك معناها يتعاملوا معك كستار في الحومه كيفاش والله الساعة انا معناها ستار ما عنديش معاه الحكي فهمتني اخواتي الكل وكل شيء حتى بون باش نحكي على البروفيت انا ما رد بالك رد بالك توا ما غونتري سكولي شفت قبل يا عفيف ليه باش نحكي اللي في قلبي باش تخرج ولا يا خويا فهمتني قبل خويا كانوا ما يحملونيش عفيف 8 ونص ندخل ما يدخلونيش توا سي زاك ستار 9 غير بون ندخل ليه خويا في الطاوله الاولى وواحد ولا يا عفيف اقسم بالله كانوا قبل هكا اقلب منظرك اخرج علي شنو هذا ما خيب ستيلك ندخل توا مرحبا بيك خويا وقت جديد تهبط انا فهمت ولا وكيك يتصرفوا معاه تبدل المديرة تبدلت تصيح عليها يقر دخل يقلب منظرك لا لا تقول لك هكا مديرة المعهد تقول لك يقر دخرج يقر دخرج تشوفني انا قر دخرج ملا وطولي صاحبي عبارك وينك شعامل صفا وبارتاجيت ودنيا حسيت له الشهرة تبدل الشهرة تبدل على الاخر وانت فهمت هذا هالي الحكاية هذي لا فهمت كل شيء فهمه من 17 سنين بيزاك انتو كان نتمنى لك كل النجاح انا حبينا نتعرفوا عليك هكايا اول مره في الدنيا يعيشك وانا نشجعك الحقيقه على حاجتين نشجعك كما قلت انت باش تعمل اون اوتر فورماسيون بما انك خرجت من القرايه ما تقدرش ما تعمل حتى شيء ونشجعك في اوريزون باش تعمل اوريزون تعرفها في تونس وبلي تحيه اسمه كمال ونشجعك زيدا باش تواصل قرايه المسرح باش الطاقة نتاعك والإنرجي نتاعك هذيا إن شاء الله تولي بلو بروفيسيون إن شاء الله إن شاء الله بشوفوني خويا حاجة توب ونطمح أنا بالرسمي معناها باش نكون ممثل مخرج أي حاجة معناها غرامي أنا باش نتابعو الآخر فهمتني غرامي باش نتابعو إن شاء الله بالتوفيق ميرسي بوكو نورتنا برشا برشا يعطيك الصحة تحية للولدة اللي جات معاك زكريا السيد سيزاك تلقاوه على تيك توك وتلقاوه على انستغرام احنا مازلنا معاكم نرجعو لكم في ساعتنا الموالية كما قلنا لكم توا باش نخرجوا مع بهاء سلطان حوارات نقاش